Emma. التلفزه هذا ما فهموش انا. لا لا، هي صورات وضعت عاديه، يعني كنصوروا في واحد المسلسل، الممثله اللي صورت معايا دارت واحد الصوره من واحد المشهد اللي كان رومانسي وحاله على البرتقاله المره، كتبت برتقاله المره جوج ووضعت لي الصوره في انستغرام ديالي، انا حطيتها يعني بحسن نيه. من بعد الصحافه كتبت بان كنصوروا الجزء الثاني، فخرجت بعض الاشاعات كتقول بان راك غندير كندير البوز لراسي، انا اللي غندير البوز كنديرو باعمالي، واش ناجحه واش غيقبل الجمهور ولا لا، هادشي اللي كنعرف ندير، يعني نقدم واحد العمل جيد. ومن بعد ما جاوبتش على هاد الاشاعات، لان كنت مشغول بالعمل اللي كنصور، حتى من بعد اتصلوا بيا بعض الاعزاء قالوا لي خصك توضح، وانا وضحت. بوشرى إيجورك دار التدوينه، كان من الاحسن كان بوشرى إيجورك تصل بنا، لان احنا اصدقاء وفي الميدان الفني، فدار داكشي اللي بان ليها هي خصها يدار، وانا جاوبت بطريقتي، زعما ما عندي حتى شي مشكل في هذا، وما كنقلبش على البوز. مسلسل ديال الارث، مسلسل دراما اجتماعيه، كيتحدث على مشاكل العائله، يعني العائله الثريه، يعني الصراعات ديال الارث ما بين الابناء. ما غنقدرش نهضر كثير، لان الصراعات كلها كتهضر على الارث، كتكون 15 حلقه. المخرج هو امين منى، واداره الفنيه والسيناريو لجهه البحار، وواحد المجموعه ديال الممثلين المتعلقين. كان غنبداو نوجدوا قريبا واحد المسلسل ان شاء الله اللي غنصوروا للقناه الاولى. نتمنى نكونوا دائما خفاف عليكم، والاعمال ديالنا تعجبكم، وتبعوا لالا فاطمه لانها كتجيب الاخبار الصحيحه. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لالا فاطمه.